الخير مشاهدينا في كل مكان، ويتجدد لقائنا اليوم في حلقة جديدة من خيرات رمضان. أهلا بكم. حلقة اليوم من واسط، ورح نزور عائلة أم علاء. أم علاء ترملت بعد أن قتل زوجها، مرت بظروف صعبة. المأساة الأكبر أنه الوالد قتل أمام ابنه اللي ظل وما زال يعاني بعد 3 سنوات من أثر الصدمة اللي تتصاعد وياه. نسمع قصتها ونرجع وإن شاء الله نأمن اتصال بأم علاء. عن أي شيء يبحث هذا الولد؟ وماذا وراء هذه البنت التي تشاكسها الريح؟ انتصف النهار على بيئة طاردة للحياة في هذه الأرض الخالية إلا من كائنات تعاند الطبيعة لكي تعيش فصلاً آخر من فصول الجفاف. هي بداوة متجذرة في واد غير ذي زرع، هجرة من مدينة إلى قرية، ومن قرية إلى بادية، ومن بادية إلى تيه. احكي لكم القصة مالت الحادث. طلع العصر هو والوليد، جيبوا لنا مسواق علاء، هو وعلاء جيبوا لنا مسواق سيارة لاند كروز عندنا، ورجال يشتغل هم على باب الله عماله. طلع يجيب مسواق، أنا بالبيت، جانا الخبر يابا عدنان انقتل، يابا شنو خير، يابا إرهاب اقتلوه، ضربوا هذا الوليد. يعني هسه لهسه بيخوفه، ما يقدر يعني يطلع مكرم السامع تواليت، ما أقدر أطلعه إلا أنا أطلع وياه. إي شاف الحادث مال أبوه، وشاف أبوه وقع قدامه وطلقات نار، بعد هسه صدمة صارت بيه، حتى خوفه بيه. هذا عمره 7 أشهر، عافى يرضع حليب على ممه، والله هم جالي كلهم على ممي يا ترى الرضع. عمره 7 أشهر، وظليت سنة وفوق أنا اشتري حليب وكبرته لمن صار عمره 1.5 سنة. يلا شوية ناب هذا كبر، يمه بابا وين بابا مدري شنو، وقاموا يعني أنا من يمين حال تنهل كتفر بناب من الجهل، يحجون قصة أبوهم وهاي إيه يحكوا لي ماما بابا وين ماما هيك، يعني شويه صعبه صارت علي. تمشقنا وجينا بالطريق، شدوا الطريق علينا، وكتلوا ابوي بالسياره طلقتين طقوه لابس كبوسه، ومنها طلعت شو اسمه مالت، ومنها خشمة طال وحكي. شفت بعينك؟ ليه؟ حكوا وشيلوا بس ضربوها. ضربوا المسدس. حكوا. قال هذا أنا ما نزل من السيارة نخطفه ونمشي، وبابا ما نزل هو طقوا تيتين ومشى. أبد والله أبد، لا عدنا مصدر عيشة، الله وكيلك. عدنا ثلاجة هاي تعبانة، هاي تعبانة، حتى ما يبارد ما تبرد، مبردة هم هاي فردنا وباستكرار، الله وكيلك. والبيت هذا هل يشوف حالته، وبلوكات ونصها من نصها ما ملبوخ، بس لا صار عياي وبشتة وبرد، ها والله العظيم يطبع علينا هنا، حتى صوبة زينة هم ماكو بالبيت. يعني وهل يشوفون حالتنا، واربع نفرات وانا الخامسة. زين رحتوا الدولة اشتكيتوا قلتوا؟ والله هم اشتكينا وهاي، وعلى اساس قالوا هاي 4 3 سنوات هم قدمت اي يوميه معامله يوميه معامله، باكر عقبه باكر، وهالحل حاله وكل شيء ماكو ولا ابد ولا نتيجه.
يا بشك وهاي هاي هيك وضعت علينا الهسه والله ما مستلمين كل شيء تعويضات له. لا والله شاهد الله كل شيء ماكو. اي يا بهيك وهيك وهيك وكل شيء ماكو وهاي حالتنا. كل ولد خلفته من يطعمهم؟ من يسقيهم؟ من يحميهم؟ من يقف معهم إزاء الدهر الذي بطش بهم بطشته الكبرى؟ المرأة صعبة، يعني أربع جهال وأنا الخامسة، شلون أدبر عيشتهم ما أدري، على الله. إذن هذا هو حال أم علاء بعد أن تململت وقتل زوجها غدراً. صار لها 3 سنين تنتظر تعويضات لكن ماكو، وثلاث سنين هواية يعني هي تنتظر وحدها ويا أطفالها، وشفنا الحال وشفنا الخوف اللي سيطر على قلوب أطفال صغيرة. ليس هناك من معيل وكل يوم يمر عليها هو يوم ثقيل ومتعب. الله يساعدها. أمنا الاتصال بأم علاء. أم علاء السلام عليكم. رمضان مبارك. عليش أم علاء. السلام عليكم أم علاء. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان السلام. رمضان مبارك عليش عزيزتي. الله يسلمك الله يحفظك. أم علاء بس قولي لي أنت يعني من زوجك كان موجود، كنتوا ساكنين بنفس المكان؟ لا لا ساكنين بغداد. بدياله يمه بدياله. اي وبعد ما توفى زوجك اجيتي سكنتي هذا المكان، هذا المكان تجاوز؟ اي والله بعد اي والله تجاوز وحالتي ما ساعة صارت بلايا. نعم يعني وانا هل شفتي حالتي تبعد جهالي واني. طيب ام علاء ما رحتي يعني بيت اهلك بيت اهله؟ والله عداني من الداله حقتنا بقيت تجاوز. طيب اكيد يعني كان حالكم احسن، كنتوا ببيتكم زين، كنتم اجرين بيت ام بيت ملك تهجرتوا من عداش؟ تهجرنا من عنده يعني مقال من مقال جينا كان معي خير. اي اي والله الله يكون في عون ان شاء الله. وانا اريد مساعده الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله يا ام علاء ان شاء الله. احنا ما زرناك حتى بس نتفرج عليك، اكيد راح نحاول انه نغير من حالك ونمد ايدنا يد بيضاء لك ان شاء الله يا رب. ام علاء طيب ام علاء اولادك ولدك علاء اللي هو يعاني من الصدمه، يعني انا شفت الخوف هو يوميا كم مره يحكي بالموضوع، انا شفته انه بالصوره اتمنى انه الناس تكون انتبهت، وهو يحكي عن ابوه اخته اصابها الرعب يعني اخته. اي والله يعني يعني من صار هذا الحادث وياه قام يعني صارت رهبه بيخاف. اي الله يكون الله يساعده الله يساعده. طيب ام علاء أنا ما راح أطول عليك وحابة أبشرك وأقول لك إنه راح يكون عندك 5 مليون حتى ترممين المكان اللي أنت موجودة، ترممين البيت 7 مليون عفوا، وخمسة إن شاء الله جزاكم الله خير، وخمسة مليون حتى تساعدك بعيشتك أنت وأطفالك الأربعة الله يخليهم. نشكركم نشكر قناة الشرقية. أم علاء 12 مليون إن شاء الله يا ربي توصلك بأسرع وقت وإن شاء الله تساعدش على هذه العيشة الصعبة. إي والله يا يما بارك الله فيكم جزاكم الله خير. طيب يا أم علاء نتركك بخير أنت وأولادك، حافظي عليهم وإن شاء الله يا ربي تفرج إن شاء الله. إن شاء الله
اشكرك اشكر قناه الشرقيه بزيارتكم للبيت هم علينا. احنا نشكرك عزيزتي. مع الف سلامه. إذا 12 مليون إن شاء الله تعين أم علاء وتتجاوز هذه المحنة اللي هي بيها، وإن شاء الله تحصل على أيضا التعويض عن يعني زوجها باعتبار أنه شهيد. يعني عوائل كثيرة، ويعني صارنا أربع هاي السنة الموسم الرابع وإحنا نتحدث في نفس الموضوع، موضوع التعويضات وموضوع الرعاية الاجتماعية والناس اللي دا تنتظر وما عندها أي مورد، وخاصة الأمهات والأرامل اللي مثل أم علاء وغيرها. طيب نذهب الآن إلى العاصمة بغداد وأم نبراس، عائلة أم نبراس. أم نبراس قصتها قصة، هذه العائلة تعرضت إلى هجوم إرهابي، تم أخذ الأب وبعد ثلاثة أيام عثر عليه مقتولا غدرا. القصة ما راح أحكيها أنا، ولكن راح نسمعها عن لسان الأم والابنة والابن اللي وجد نفسه، يعني تغيرت حياة العائلة بالكامل، واليوم هو الابن اللي راح تشوفوه النحيل، هو إيل هذه العائلة واشتغل حمال. التفاصيل القصة بكل تفاصيلها نسمعها من العائلة. قصة تسمعها بتكرار واحد، الأم تسرد جانبا منها والابن يكمل البقية والبنت تروي وتعيد ما ابتدأت به. أنا زوجة الشهيد سعد صالح حمد، ساكنة في جدبة في منطقة أبو غريب الحصوة. في الساعة 10 طبت علينا قوة، قالوا قوة عسكرية على الاستناد، من قوة عسكرية على الاستناد عود من الحرس، دقوا علينا الباب الساعة 10، يابا فتحناها، سووا مجال، سوينا مجال، فتحنا رأسن شفتوا علينا، شفتتهم أخذوا الموبايلات، رأسن أخذوا الموبايلات من عندنا. شتفوا الولد شتفوا البنات شتفوا الأب رأسا، وفتشوا وراها بنص ساعة أخذوا الأب. سحلوا سحل نزلوا درج أخذوه، هم 5 أشخاص، 4 صعدوا وواحد ظل بالباب يراقب، وجوي هم راجلة لا وياهم أصلا ولا كش راجلة، جوي هم وياهم يرتدون زي الحرس. وهاي انه بظل اخذوا ابويا، امي صاحت علي قالت لاني ولا القز لمتاني، قالت له تيام وحسبي له وتلقيه بالخضراء، قالت له ليش بالخضراء هو شنو اللي مسويه، قال لها ظلين تلغي وهتحكي راسا احكي لا تظلين تحكون، سكتوا لا كلكم ناخذكم. هذا الحكي طفى الكهرباء هو والاجهزه مال فتش ما شنو اجهزه كل انشال هنا اول مطب، انه بسد القفل علينا باب الغرفه احنا، واخذ المفتاح وياه، ظلينا الولد لا يقدرون يقومون يفتحون البوب مزولة وعيونهم ورجليهم، واحنا ظلينا بالغرفة عاد احنا هم تشتفنا بالقفايص. ورا ما تشتفنا بالقفايص احنا نخاف، ورا ساعة ساعتين نخاف، احنا اصلا ما عندنا يعني نصيح على العالم نصيح، ولا واحد يسمعنا ولا واحد اصلا فتح لنا الباب، ظلينا. بالستة راح حطينا بلغنا، رحنا بلغنا قلنا لهم اكو جهة هيك وهيك جتي منفذة، قالوا احنا كل دوريات ما طالعة عندنا. عاد رحنا للمركز قدمنا دعوة، وهاي ورا 3 أيام خطفوا 1/6/3/6 لقوه، 3 أيام لقوه وين؟ بكاظم عذاب، هم يسموها الخضراء، لقوه ضاربيه طلقة وذابيه بالمشروع، بلوكة وشاهديه وذابيه بالمشروع. هو من للبنات لم يبقى غير الرسم في الجدار، في عيني أبيهم أكثر من سؤال حائر، كأنه كان يعلم أن مصير أهله بعد رحيله في مهب الريح. جيت على الله وعلى أخويا قعدت ويا أجار، هاي من عندي أدفع أجار، من ما عندي أخويا يدفع الأجار، وهذا عندي ولد واحد وهذا الولد يشتغل حمال، وأنا صاحبة 2 نسايه، هاي وحدة
عمرها 21 سنة بعد ما تزوجوا، وديتي طالبة مع المدرسة. أنا إحنا نتكون من أربع نفرات، أنا وأمي وخواتي اثنين، يعني بيت أجار 400 بالشهر، وبيت خالي وخالة عيني، ومرة تانية أشتغل حمال أسبوعي 80 ألف، لو تكفيني وما تكفيني. ومرات خالي يدفع الأجار، ومرات إحنا وخالها كاسب ويانا، وما عندنا قوة مدبرية. هاي وضعية تشوفهم. خواتي واحدة طالبة من المدرسة خطية، وهاي الأخجام. أنا أشتغل حمال يعني ما عندي، ما أقدر أعينهم. يعني ما أقدر، مرات خوالة خطية ومرات غير الناس يساعدوني. يعني أنا وحيد ما أقدر. تعبان ما أقدر، أنا باكر أقبى وأكح ما أقدر. يعني عمري 25 سنة وحمال يعني أسبوعي 80 ألف. يعني ما أقدر أعينهم، أقدر مصرف إيجار، هاي ما أقدر. خف الله على خوالي يشاينين، ما عندنا. أتمنى من العالم تساعدنا ويبان علينا ويرحمون. خاطر ذلك البنات، يعني مو خاطرش. هذا الفتى النحيل ينوء بحمل لا تطيقه قافلة من جمال. كل ما في البيت من أشياء يدل على أن لا رجل في البيت. عدنا ندفع ويا أجار، ما عدنا هو معين واحد إنه بس، هو الله وأخويا، ماكو غير معين يعني، وعايشين وإحنا بنات يعني. هو يدفع عربان حمال، يعني الحمال ايش قال شنو شي عايش، يدفع اجار كهرباء مي يعني، وهي هنا يعني كلها بفلوس يعني، ماكو شيء يعني. والمسواك هذا الغالي، واحنا ساعة يعني بنات، واحنا هم يعني ايتام يعني، قابل شنو نمد ايدينا للعالم لو نمد، وين نروح يعني. يعني وانا شدكم من الله ومن عندكم، وساعدوني وساعدون هذول هذا الولد، وساعدون ذني البنات، وشوفوني تنظرون بعين الي وبعين للبنات، وما اعرف يعني شجازيكم اذا يعني مثل ما ساعدتوني ورحمتوا بحالهم، ومثل ما يقول هل يطلع من ايدكم، هل يطلع من ايديكم. والحمد لله على وعده، الحمد لله على وعده. ما امر الزمان يا ام نبراس. مفرغة دور فيها هذه العوائل، عائلة أم نبراس، والعوائل اللي راح نشوفها تباعا على مدى 30 على مدى الأيام المتبقية من رمضان، والعوائل اللي شفناهم ظلم كبير، فقر ينهش فيهم. هذه العائلة موردها محدود، عاشت مأساة كبيرة، اغتيال المعيل والأب بدون سبب، إيجار اللي يكسر الظهر، وبالتالي هي لا تملك أي يعني لا تملك أي شيء، فبالفعل عائلة صارت في مهب الريح. أتمنى يكون أمن الاتصال بأم نبراس من بغداد. نعم. السلام عليكم أم نبراس، رمضان مبارك عليك. وعليكم السلام، هلا وعيني، هلا وبيك. أم نبراس، يعني أنت قلتي تفاصيل، أنت قلتي تفاصيل كثيرة بال من صورناش، وواضح الألم، واضح التعب اللي نال من عندك، لكن أنا أقول إنه الحمد لله إنه أنت إخوانك وقفوا بجانبك، وهذا الشيء اللي إحنا نأكد عليه، إنه العوائل تبقى متكاتفة وتبقى واحد يساعد الله، وصلة الرحم هذه الجميلة. ف يعني ألو. نعم تفضلي، دا أسمعك. يعني يا اخوي يقول الى متى انا اظل، يعني اذا متى انا اظل يعني ادفع اجار، الى متى انا ما اكن ارد اطلع ارد اشوف دربي. اكيد هو عنده يعني عائله، هو عنده متزوج، عنده عائله، ايه متزوج وعنده طفله، وهسه مرته حامل. انا يقول الى متى اظل انا يعني وحدي، يعني مثل ما يقول محصور، يعني ما ارد اشوف دربي اشوف. صحيح يعني هو اكيد يعيش، هو اكيد يعيش ظروف صعبه، يعني اكيد هو زين. ابنك ما عنده شهاده، ابنك نبراس اللي شفناه يشتغل حمال. نبراس عنده ايش بالشهاده الثالث؟ ممكن هو خد سادس بس ما اخذها. طيب والبنات؟ للبنات كل واحده، لا والله واحده بالاول واحده بالثالث متوسط نصحت.
طيب. وهذا الكبير اجيب الشهاده السادسه بس ما مكمل، واسد يسعى في الشهاده قام يشتغل. اذا انا هيك بحاله ما اقدر شلون ادبرها. طيب انت يعني شاركين اخوك المسكن 400 يعني تتقسم عليكم؟ لو بس انت لا والله نعم. من عندي انا ادفع، انا ابغاك يعني تساعدني، ومن ما عندي ومثل ما تقولين اتجنب اتجنب. شلون يعني مثل ناقوط الحب، شلون ناقوط الحب؟ فهسه يقول انا اذا متقابل وياك انا ما اطلع ارد اشوف وضعي، ارد اشوف راحتي، ارد اخذ راحتي، شلون يعني اظل انا وياك؟ صحيح صحيح. طيب عزيزتي اكو كلمه يقولها تفضلي. فانتوا ظلت انتوا مروتكم ومن براس اكو والشرقيه ما تقصر، ومن براس اكو كلمه حلوه يقولها اهلنا ادعيناك ان شاء الله اليوم مبشرك، وان شاء الله يا ربي هذا الهم نزيح عنك الهم، وان شاء الله تكون الله ما يقدم لك يساعدك على تغيير هذه الحياه الى احسن ان شاء الله. اشكر سعد البزاز ان شاء الله ويطول عمره. بس لحد الان ما بشرتك، بس انتظريني حتى ابشرك. يا الله يا الله يا الله. راح نشيل عنك هم الايجار، فراح يكون هناك لك راتب لمدة 4 سنوات يا أم نبراس. أم نبراس راح نقدم لك يعني 4 سنوات إيجار أو راتب يكون ثابت. هذا لك على مدى 4 سنوات تقدرين تعيشين من عدة مرتاحة إن شاء الله. رحم الله والديكم والله يخليكم ويطول عمركم ان شاء الله، ويخلي الشرقيه ويخلي سعد البزاز ان شاء الله، وينور دربه ان شاء الله بجاه النبي محمد. طيب يا ام نبراس نتركك بخير ان شاء الله، وان شاء الله المبلغ المقدم لك يعينك، وان شاء الله يفرح بناتك، وشوفي انت شلون تتصرفين. ممنونه منك عزيزتي، مع السلامه. مع السلامه. الله يعافيك. مع السلامه. كنا مع أم نبراس، والآن نذهب إلى أم أكرم من كربلاء. أم أكرم تعيش وكأنها مقطوعة عن هذه الدنيا، لا عندها مي ولا كهرباء، وتعيش في منطقة بعيدة. هي أيضا أرملة، وبعد ما ترملت يعني وجدت نفسها أمام مسؤولية إعالة 4 أطفال قصر. فشنو العمل اللي لقته أم أكرم حتى تعيل هذه حتى تعيل وحتى مثل ما يقولون توكل أطفالها الأربعة؟ نشوفها في هذا التقرير وإن رجع إن شاء الله. كأن زلزالاً قد أطاح بالبيوت، أو كأن المنازل تنتمي إلى زمان مضى، أو قرية نائية في سقف العالم. عيش بدائي بامتياز، كل هذه الأشياء من يبيعها؟ من يشتريها؟ هل يمكن الاتجار بها؟ أنا أم أكرم أسكن محافظة كربلاء، وعندي 4 أيتام أرملة، وعندي 4 أيتام. هذا شو اسمه؟ اسمه عبد الله صغير، وهذاك سجاد الثاني. زين، وين الاثنين الباقيين؟ الاثنين راحوا يقطون قواطي وبطالع على باب الله. نعم. وهاي تشوف حالتنا تعبانة، وهاي نلقط قواطي وبالنفايات هاي والوساخة والدبانة يطير على عيوننا، وش نسوي؟ كل هاي متحملينها. نقول هذه يعني القواطي، هاي القواطي بالنسبه يعني هاي القونيه بيش تبيعيها؟ القونيه ب1500، ابيعها 4 كيلوات 5 كيلوات تطلع القونيه. نعم. ابيعها ب1500 اجيب لي ثلجه للجهالي. نعم. لا رقيه. قد تجد المزيد من ادوات الحياه الماديه في مناطق نائيه قريبا من قعر العالم، او عند مدار الجدي أو خط الاستواء. باليوم كم قونية تقدرين تبيعين؟
يعني قنيه قواطي وقنيه بطاله. يوميا؟ يوميا. يعني ايش قد 3000 دينار باليوم؟ ماكو 3000، 2.5. اي هاي مسواق اليوم، يعني ثلجة و وشو اجيب لي فشي غدا لهم. شنو غداكم؟ يعني غدا انا اجيب باذنجان، بانيات نص كيلو اسويهن غدا، هاي نقدر لها، احنا نقدر لها هاي نجيبها. ما يقدر مشمش لا ناكله، غالي، القوجه لا نجيبه. يعني الرقيه بالقوه بالقوه اجيبها. الجهالي. زين. ما ترسل بعد ما يعني المرقد خلينا عليه لحم؟ لا مين لحم؟ وين احنا نقدر نجيب لحم؟ ما شايفين مرات يعني قوه جمحين اجيب لهم فخاذ، سيف شويه رخيصه. كيلو فخاذ ب2.5. يعني من اسبوع يلا اقدر اجيبه. ما هاي عيشتنا، وضعيتنا هاي تعبانة، ما نقدر نجيب الشيء هذا الغالي اللي حمل. اسمك؟ سجاد. شو تسوي سجاد انت؟ اشتغل قواطي. قواطي يعني انت تطلع يومية الصبح تروح تطلع تجيب قواطي؟ لا لا والله ويا امي اشتغل. ويا امي؟ القطنة وتعطيني ربع اشتري. ربع دينار تطيق حتى؟ ايه. زين اخوتك شلون؟ هم نفس الشيء، هم يشتغلون قواطي. هم يشتغلون قواطي؟ انت ايه. تعيشون تاكلون الخبزة؟ ايه. انت زين مو بالمدرسة؟ لا. مو بالمدرسة؟ لا. ماما مو بالمدرسة. عيش يديمه التعاطي بالعلب الصدئة والقنان الفارغة. لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء، لا تلفزيون. إنهم يتواصلون مع محيطهم وفق ما يسمعون. الشرقية تعين العالم، تعين الفقير اللي ما عنده، وأنا أطلب من الشرقية تعيننا، ساعدنا، وإحنا ما عندنا ناس فقراء. أنت عندك تلفزيون هنا بالبيت؟ لا ما عندي تلفزيون، لا كهرباء جارة، ما عندي لا كهرباء ولا تلفزيون ولا كل شيء ماكو. حتى يعني شبدري الشرقية تعين الناس؟ سمعت من العالم يعني تساعد الفقير اللي ما عنده. موجز لحياة أسرة لا تزيد عن 3 أفراد بلا معيل، يؤكد أنهم يتشبثون بخيط أمل للبقاء عند هامش العيش الممكن. قبل ما اتحدث عن حالة ام اكرم من كربلاء بس نسيت اقول لام نبراس انه 12 مليون هي المبلغ اللي تم منحه لك، ان شاء الله يساعدك. 12 مليون دينار يا ام نبراس، مبروك عليك. ام اكرم مثل ما شفتوا قصتها، يعني اي حياة تعيشها هذه المرأة في هذه المنطقة، ودائما فقدان الزوج المعيل الوحيد يكون سبب في انهيار الأسرة، غيابه يكون سبب في انهيار الأسرة. ومثل ما شفتوا بهذه القصص الأرامل يعيشون حالة صعبة. نحن اليوم عندما نطرح هذه شوف مراسلنا وين وصل، هي امرأة منسية حقيقة، حتى نكون يعني أكثر حقيقة، امرأة منسية. لكن أنا أشكر مراسلنا أنه وصل، استطاع أن يصل إلى هذه المرأة. هو اليوم أيضا ذهب إلها لأن هي ما عندها موبايل، فذهب إلها وإحنا نحاول نأمن الاتصال حتى نفرحها اليوم. يعني تطرح مشكلة أساسية، إحنا لو تمت معالجة المشكلة، الجذر المشكلة اللي أدى إلى الأرامل يكونون بهذا الشكل ونسائنا بهذا الشكل، ما كان هناك يعني مشاكل. التداعيات اللي تحصل بعد أنه الاستشهاد، الفقدان الزوج في ظروف غامضة، استشهاده، رحيلة، غياب الرعاية الاجتماعية، غياب الانتباه إلى هذه الشريحة، ما كان وصلنا لهذا الحال. فيجب أن تكون هناك، إحنا نلفت النظر من خلال هذه القصص، يجب أن تكون هناك معالجة جذرية لهذه المشاكل. يعني حصلنا الاتصال بأم أكرم اللي أقصى ما تستطيع الحصول عليه يوميا هو 2500 حتى تعيش أطفالها الأربع القصر. أم أكرم وياي؟ أم أكرم السلام عليكم. مساء الخير عزيزتي.
أم أكرم. أم أكرم. أنا من براس يما. هم نبراس من بغداد. سمعتيني ام نبراس؟ قلت لك المبلغ اللي وصلك اللي راح يوصلك ان شاء الله؟ لا والله ما قلت لي. 12 مليون عزيزتي، 12 مليون. يلا زين اتصلنا بيك حتى اقول لك على المبلغ، لان فاتني اقول لك اياه، فاعذريني. طيب نعاود الاتصال بام اكرم. اذا ام اكرم هي مثل ما شفنا لا عندها يعني اي وسيله اتصال بالعالم الخارجي، ما عندها سوى الناس تنقلها الاخبار، والله يكون في عونهم. بعد هي شابه وتعيش حياه صعبه، فبالتالي ماذا تفعل؟ يعني وجدت لها هذه انه تبحث وتجمع القناني الفارغه في النفايات وتبيعها حتى تحصل على قوتها اليومي لها واولادها. اتمنى انه نحصل ام اكرم. حصلناها الحمد لله. ام اكرم مساء الخير. مساء النور. هلا. رمضان مبارك عليك. مبارك عليكم وعلينا. ام اكرم الحال اللي انت بيه ابدا ما يسر، والله يعينك. انت صارت كم سنه وانت بهذا الحال بعد وفاه يعني زوجك؟ يعني صار لي وايه والله، يعني فوق 8 سنين. 8 سنين. ايه 8 سنين. زين، يعني زوجك توفى واولادك كانوا صغار، يعني اكبر واحد ايش قد عمره؟ 8 سنين. يعني كان عمره سنه وتوفى زوجك؟ واحد 8 حامل بيه وتوفى. يعني انت عندك اولاد اكبر؟ ما عندي هوايه، يعني اكبر واحد 13 سنه. اي 13. ما يعرف كل شيء يسوي، بس قوافل. زين وين كنتي ساكنه قبل ما يتوفى زوجك؟ وين كنتوا ساكنين؟ ساكنه ويا اهلي. ويا اهلك، وورا متوفى زوجك ليش تركتي اهلك؟ عيالي؟ انت يعني ليش تركتي المكان اللي انت كنتي بيه؟ كنت بيه عيال ويعني ولد رجلي وياي ما اقدر استحملهم، قعدتي ويا اهلي. اي وبعدين هم كناين عند ولد هذا نسوان اخوتي. هم ما ينحملن وجهالي يضربونهم ولد اخوي وطلعت انا وشريت تجاوز هنا انا وقعدت ما عرفت كربلاء. طيب احد يزورك من عندهم؟ احد يزورك من الاهل من الاقارب يسال عليك كل فتره يطل؟ ماكو والله، ما حد يسال علي. اختي هم ما متزوجه ما عندها احد، وهم تلقى قواطي وهم ما نفس حالتي تعبانه. يعني انتم كلكم العائله وضعكم تعبان، فبالتالي يعني المكان تكونوا فيه أيوة اكيد ما أيوة يتحمل اكثر. كل احنا تعبان. طيب يعني عزيتهم هالي. اي انت ايش قد عمرك ام اكرم؟ انا مالي 70. 40 سنه عمرك. اي طيب عزيزتي الله المعين، واكيد اليوم ما راح نتركك بهذا الشكل، ولكن راح نساعدك ان شاء الله. الله يسلمكم. راح يا ام اكرم راح نساعدك ب 12 مليون، فانت تحاولين انه شوفي شلون تتصرفين بها، وان شاء الله اهم شيء انه هذا نعم. البيت اللي انت قاعده به انه شوفي شلون تصلحيه ان شاء الله. بس سمعيني ام اكرم، نشكر سعد البزاز هنا هوايه، نشكر سعد البزاز هوايه، يعني يزن على الفقير على اللي ما عنده هواي نشكره. طيب يا ام اكرم ان شاء الله تتهنين بال 12 مليون اللي راح توصلك ان شاء الله، وعسى انه تغير من نعم الله يعطيكم الصحة إن شاء الله، يعني يرزق الجميع إن شاء الله، تسألون عن فقير الله يستر عليكم. طيب يا أم أكرم دير بالك على نفسك وعلى أطفالك، وإن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية وتقدرين يعني تفرحين بهم وتواصلين بهم، وإن شاء الله يكون يعني وضعهم أحسن من هذا الحال، نتمنى ذلك. الله يسلمك يا بعد جالدة، الله يحفظك. شكرا يا أم أكرم، مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. وبقصة أم أكرم من كربلاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من خيرات رمضان. اليوم كانت معنا أم نبراس من بغداد، وأيضا أم علاء من واسط. قصص ثلاث أرامل عاشوا مآسي حقيقية، وانهارت الأسر بعد فقدان الزوج، سواء كان بظروف غامضة بأحداث أخرى، يعني المهم
أتمنى اليوم نكون قد أدخلنا الفرحة إلى قلوبهم وخففنا عنهم، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير. غدا لنا موعد جديد. مع السلامة.